تشهد محافظة قنا انتعاشا ملحوظا لصناعة الفركة الفرعونية، إحدى أقدم الحرف اليدوية في مصر، واستخدام المصريون القدماء النول الفرعوني لصناعة الزي المنسوج من الكتان والقطن. وقد توارث أبناؤها في أو أبناء القرية هذه الحرفة العريقة. الفركة الفرعونية أشهر المهن اليدوية في محافظة قنا. يعتبر النول الفرعوني أولى آلات النسيج التي عرفها المصري القديم لصناعة الزي المنسوج من الكتان والقطن، الأمر الذي توارثه أبناء قرية الخطارة في محافظة قنا والتي تشتهر بصناعة الفركة النقادية. مهنة النسيج دي يعني أنا حبيتها من بعد ثالثة ابتدائي، يعني وصلت لمرحلة التعليم الأساسي لحد ثالثة ابتدائي، وبعد كده كان في ناس شغالين نول جار مني، فبقيت أقعد عنديهم عشان أتعلم النول، وتعلمت النول واشتغلت. وبعد كده برضو الدرماني، كنا نشتغل حاجة اسمها درماني، كانت تتصدر لأم درمان في السودان، وكانت تجيب للبلد عملة صعبة، فكان مرات تبقى صنعة كويسة ومرات صنعة يعني مش كويس. هذه الصناعة أو الحرفة القديمة بدأت في الانتشار مجددا، فلا يخلو منزل من منازل القرية إلا ويوجد به نول لصناعة الفركة النقادية المميزة. يعد العمل على النول اليدوي في الفركة النقادية بمثابة حركة رياضية للعاملين عليه، فاليدين والقدمين والعينين كل منها تعمل في وظيفة مستقلة عن الأخرى لكنها متناغمة. تمر تلك الصناعة بعدة مراحل، منها صباغة الخيوط وتلوينها، ثم تركيبها على النول الخشبي، ثم إنتاج الشال والمفروشات اليدوية سواء كانت الملونة المرسومة أو السادة على حسب طلب المستهلكين. المهنة ديت ما كنتش أعرف فيها ولا حاجة الأول، اتدربت عليها والحمد لله بقيت أنتج منيها طرح وكده، يعني باجي الصبح أجي الساعة 9 ولا الساعة 10، يعني بين ما أخلص خدمة في البيت بأجي أجي أطلع لي شال اثنين، يعني تبع يعني كل يوم برزقه أبا عن جد، يعني الحاجات دي والواحد طلع لقي أبوه وأهله شغالين فيه فتعلمها يعني ذي وراسة. يعني يشير الحرفيون إلى أن مدونة في متحف اللوفر في فرنسا، بينما كانت تعتبر السودان أكبر مستورد للشال النقادي والذي يتم تصديره عن طريق المصدرين، ويقبل أيضا على شرائه السياح القادمين إلى مصر.